all I got is so bad. But my broken will and I can't cover it. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلها. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن بعض أسرار عائلة البريثويتس، وتحديدا راح نتكلم عن قصة البنت المحبوسة في غرفة. فيلا نخش في المقطع. أولا، مكان عائلة البريثويتس راح يكون هنا بالقرب من مدينة رودز، وكلنا نعرف أنه في مدينة رودز في عائلتين كبيرتين، عائلة البريثويتس وعائلة الجريز، وهذه العائلتين يعني يكرهون بعض بشكل كبير جدا وما يطيقون بعض، بل أحيانا يوصل العراك بينهم لإطلاق النار. فيعني كانت عائلتين دائما تتناحر على أتفه الأسباب. ما علينا في عائلة الجريز، حنا نبغى عائلة البريثويتس. طبعا هذه العائلة راح تكون لها قصة مع العصابة في الشابتر الثالث، وهذه المنطقة يعني راح تكون مليانة بالحراس، والحراس فيها منتشرين بكثرة. ليش؟ بسبب انه عائلة الجريز لا يتجسسون عليهم وعلى اسرارهم. طبعا زي ما قلت لكم، عائلة البريثويتس عندها اسرار كثيرة. اول سر في هذه العائلة راح يكون لما تتعدى الشابتر الثالث وتقتل هذه العائلة، راح يكون البيت محروق زي ما تشوفون في الجيم بلاي او زي ما يعرف البعض. طبعا لما تخش البيت راح تحصل اشياء رهيبة جدا. اولا راح تحصل هذه الجثة المحروقة، وهذه الجثة هي جثة الام كاثرين بريثويتس. كلنا نعرف انه لما دتش والعيال حرقوا البيت، هي رجعت مرة اخرى للبيت وخشت جوا. طبعا هي خشت لاسباب مجهولة وما نعرف تحديدا ليش خشت هذا البيت. ممكن بسبب انها يعني خسرت كل شيء في حياتها، خسرت عيالها وخسرت بيتها، فقررت ايضا هي انها تموت وتفارق الحياة، انه هذا الخيار يعني راح يكون افضل لها. ممكن عشان كذا خشت للبيت وهو ينحرق. طبعا لما تبحث في الجثة وتلوتها، راح تحصل انه معاها مجوهرة خاصة فيها، وهذه المجوهرة يعني ذات قيمة عالية وتقدر تبيعها عند الفنس، والفنس راح يعطيك مبلغ جيد. السر الثاني لعائلة البريثويتس راح يكون جنب هذه الجثة على طول، وفعلا جنب هذه الجثة راح تحصل صندوق، وفي هذا الصندوق راح تحصل سبيكة ذهبية، وهذه السبيكة الذهبية تقدر تبيعها عند الفنس وراح تكون قيمتها تقريبا 500 دولار. طيب خلونا ننتقل للسر الثالث والسر الأساسي عند عائلة البريثويتس، تعالوا شوفوا معايا. أولا، مكان هذه الغرفة راح تكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي. طيب تعالوا نشوف إيش حصلنا. عندنا غرفة صغيرة، وداخل هذه الغرفة حصلنا بنت، والظاهر الظاهر عليها انها مختلة عقليا ونفسيا او مجنونة، وعائلة البريثويتس حبسوها في هذه الغرفة خارج قصرهم، يعني قصرهم هنا وهذه الغرفة راح تكون خارج القصر حقهم. ايضا كانت تقول كلمات غريبة وتعد الارقام بشكل غريب جدا، 1 2 3 27 28 9 10 20 3،
يعني ملخبط الأرقام وتعدها بشكل غريب. طبعا لما تقرب منها وتقرب من هذه الغرفة البنت راح تحاول تمسكك وتخنقك. طبعا آرثر راح يكتب عنها في مذكرته الكلام التالي: وجدت امرأة شابة وظاهر عليها آثار الجنون والأمراض النفسية، شكلها غريب جدا وشكلها مخيف، وهذه المرأة محبوسة في غرفة، وهذه الغرفة مخفية في منطقة البريثويتس، وهذه الغرفة وهذا المكان أبدا أبدا غير مناسب لها. طيب الآن راح نتعمق أكثر وأكثر وأكثر في مهمة جانبية في الشابتر السادس، وفي هذه المهمة آرثر مورغان راح يساعد بينيلوبي بريثويتس إنها تهرب من عائلتها ومن ظلم عائلتها، وإنها راح تهرب مع حبيبها بو من عائلة الجريز. يعني هذول الاثنين يحبون بعض من عائلتين يكرهون بعض قد الفضاء، البريثويتس والجريز. تعالوا نشوف الحوار اللي راح يدور بين آرثر مورغان و Penelope Braithwaite. Oh, you came. You came. You finally came. I came. Oh, thank you. Thank you, you lovely, lovely man. Calm down, miss. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. You met them. They're animals. Not even animals. Monsters. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. طبعا زي ما شفتوا قالت يا آرثر مورغان ساعدني أهرب من عائلتي، ورح نهرب أنا وبو ورح نروح لمدينة بوستن ونبدأ حياة جديدة بعيدا عن عائلاتنا وبعيدا عن مشاكلهم اللي ما تنتهي. طيب لما تبدأ المهمة اللعبة رح تطلب مننا إننا ناخذ بنالبي بريثويتس ونوديها للمحطة، وحنا رح ناخذها ونوديها للبنت المحبوسة ونشوف إيش يصير وإيش راح تقول. See me there one day soon, and today he will. You don't want to mess around over there. That's my poor cousin. There's no help in her. Believe me, I've tried. Who are you? Somebody's out there. This is painful for me. Can we go? طبعا زي ما شفتوا بينيلوبي ابدا ابدا ما كانت مرتاحة في المكان. بعدها قالت انه هذه هي بنت عمها وهي مريضة عقليا ونفسيا، فعائلة البريثويتس قررت انهم يحبسونها في هذه الغرفة احسن لها من انها تروح للمصحة النفسية. وتأكيد هذا الكلام رح يكون الحوار التالي: I knew how you Braithwaite's treated enemies. Now I know how you treat Cam too. It's a great shame on a family that's shamed already. I told myself she was better off here with family than in a sanatorium, but maybe she isn't. I'll do what I can from Boston for her. Sure you will. God damn. طبعا لما نجي ندور الموضوع في عقلنا، كيف يا عائلة البريثويتس هذه الغرفة راح تكون أحسن للبنت من المصحة النفسية؟ كيف؟ كيف؟ فهموني بالله. يعني دام انه البنت فعلا مريضة نفسيا وديها للمصحة النفسية وراح تكون 100% أفضل لها من عندكم جوا البيت وأفضل لها من هذه الغرفة اللي حابسينها فيها. فأتوقع أنه في شيء أكبر من ذلك. طبعا من الكريديتس اللي تطلع في نهاية اللعبة عرفنا أنه اسم البنت المحبوسة هو جيرترود. طيب عرفنا أنه اسم هذه البنت المحبوسة هو جيرترود، وأيضا عرفنا أنها من عائلة البريثويتس وهذا شيء مهم جدا. طيب تعالوا معايا نستكمل سويا. كلنا نعرف أنه عائلة البريثويتس معاهم هوس الكمال، والهوس تحول إلى جنون الكمال. يعني يحبون يكونون كاملين في كل حاجة، كل حاجة يحبون يكونون فيها 100% وكمال الكمال. ليش؟ عشان عائلة البريثويتس
الجيز لا يتشمتون عليهم ولا يضحكون عليهم، وأيضا عشان عائلة الجريز لا يكونون أفضل منهم. وزي ما تعرفون ما في شخص كامل في جميع النواحي، لازم يكون في لعيب أو بعض العيوب. فعائلة البريثويتس جاتهم بنت مريضة عقليا ونفسيا، فعائلة البريثويتس دوروها في عقلهم، قالوا إذا خليناها معانا في العائلة وطلعناها للناس، الناس راح يحسون إننا ناقصين ومانا كاملين، وعائلة الجريز راح يستغلون هذا الشيء. فقالوا ما لنا إلا إننا نحبس جيرترود في هذه الغرفة. طيب ليش ما ودوها للمصحة العقلية والنفسية؟ ليش حبسوها في هذه الغرفة؟ الحين أقول لكم ليش. لأنه في بالهم يحسون إنه لو رسلنا جيرترود للمصحة العقلية رح يعرف الكل بهذا الشيء، ورح ينتشر الخبر في المدينة إنه عائلة البريثويتس عندهم بنت مريضة نفسيا وعقليا، لذلك حنا ما رح نصير كاملين وما لنا صفات الكمال، والجريز رح يكونون أفضل مننا. ولهذا السبب أيضا رح تشوف الحراس منتشرين بشكل كبير حول المنزل وحول الغرفة حقت جيرترود. فلهذا السبب أيضا هذه البنت محبوسة في هذه الغرفة. طبعا لما ترجع للغرفة والجيرترود بعد 8 سنين بجون مورستن، للأسف رح تحصل جيرترود هيكل عظمي، يعني مو بس ماتت بل انها تحللت وصارت هيكل عظمي. ومن هذا الشيء نقدر نستنتج انه بينيلوبي ما ساعدتها ولا حاجة. يعني سابقا في الحوار اللي دار بين آرثر مورغان وبينيلوبي، قالت بمجرد ما اوصل بوستن راح يعني اساعدها واطلعها من هذا المأزق، واللي صار ما ساعدتها ولا حاجة. وبما انه جميع افراد عائلتها ميتين، فمين اللي راح يساعد هذه المسكينة؟ والظاهر الظاهر إنها ماتت بسبب الجوع. صراحة صراحة مسكينة وحزنتني. سابقا لما كنت أختم القصة كنت أحسب إنه بينيلوبي هي المظلومة، وإنه عائلتها كانوا يعاملونها بقسوة وشدة وكذا، بل طلع العكس، إنه بينيلوبي مخادعة وأنانية وزيها زي عائلتها بالضبط. هي سرقت أموال عائلتها وهربت وراحت لبوستن، وقالت إنها راح تساعد جيرترود وإنها راح تطلعها من مأزقها، وما صار ولا شيء من هذا الأشياء اللي قالتها. يعني فقط هي تفكر نفسها زي عائلة البريثويتس وما همهم الآخرين. فيعني حتى بينيلوبي طلعت مخادعة وأنانية، والشخص الوحيد المسكين والضعيف في عائلة البريثويتس هي البنت المسكينة جيرترود. فصراحة قصتها جدا 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 حزينة. شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن قصة جيرترود، وأيضا شاركونا آراءكم عن عائلة البريثويتس الأنانية. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.